البئر كان على 18 متر اهو، ده البئر القديم اللي انا رفضته كان على 18 متر، كانت الاملاح فيه 2000. قلت لهم هنا في المنطقه دي لو نزلتوا لغايه ال 100 متر هننزل تحت ال 1000 جلد. عملوا بئر على الطاقه الشمسيه، ادي البئر الجديد هناك اهو الصغير ده، الفيديو اللي فاتت احنا كنا مشغلينه. الاملاح اقل من 500 طلع 488. دي كانت التوصيه الثانيه، ان البئر 18 متر وش الميه، املاح 1800 لن تصلح الا مع الجهاز المغناطيسي. التوصيات: لازم سور لحمايه الزرع من الرعي، لازم جهاز مغناطيسي، او الافضل والاصح بير اعماق للوصول الى مياه اقل من 1000 كوز. ده للي عايز يزرع بلوريا. الناس عملوا التوصيات كلها، هتقول لي تكلفه، اقول لك تكلفه، بس ده الشغل الصح. احنا هنا بنفتح عشان نحفر بسهوله وعشان نعمل الخط 100 100. السلام عليكم. احنا هنا بنركب ال 63 في ارض وادي النطرون، نعمل العلامه بتاعتنا كل 2 متر بالمتر، مفيش حاجه لا بالعلام ولا بالوقيان بقى. وادي العلامات اهي من التلته، احنا بنعمل علامات قبل اي حاجه وبنركب عليها كل حاجه. المنظر العام اهو، معرفش النقط البيضة بقى باينة ولا مش باينة. مد هنخلط الأسمدة مع الكومبوست. أنا بس حبيت أوريكم الجورة اللي احنا بنعملها شكلها ايه، اللي ما بتقلش صافي بأي حال من الأحوال 80 سنتي، وعرض بيبقى 40 50. السلام عليكم. دي مزرعة وادي النطرون، صورناها الحمد لله كذا صورة من أول الخطوات. السلام عليكم. النهاردة آخر 9 في مزرعة وادي النطرون. تعال هنا. تعال كده بص كده، صور هناك. نتكلم في شغل 3 متر ونص. الناحية الثانية لا، قول ثلاثة بس، قول الأكثرية أو البحر. دول مقفولين. بص بقى الجنب ده عامل ازاي. صور لكن الحمد لله الناس كل اللي بنقوله لهم بيعملوه، فبينفذوا منظومة باولونيا عرابي بالظبط. وبصراحة يعني عايز أقول حاجة مهمة، في ناس بتاخد مننا وتاخد من بعض الناس التانية وتنفذ، مش ناس تانية يعني، مش شرط بتوع بولونيا أو غير بولونيا، لكن ده غلط جدا. يا تقتنع بي أنا تماما وتاخد ارشاداتي كاملة تماما وتنفذها تماما، يا تقتنع بالمهندس التاني.
لكن تاخد وتاخد مني كلمتين ومن المهندس التاني كلمتين. للأسف في بعض المزارع خدت مننا شتلات وموثقتش في معلوماتنا أو حبت توفر، وده ما جاب خلاش جابت اني مودي. طبعا غير الحاجات اللي غصب عننا، اذا كانت الارض سيئه شويه، اذا كان الري بيغيب، عشان كده احنا بنحب نتاكد من موضوع الري ده. زي ما انتم شايفين بالطول وبالعرض كده الشجر عامل ازاي. ربنا يبارك لصاحبها. البولونيا بتصرف، تحتاج مجهود، تحتاج شغل، ولكن النهاية العائد ان شاء الله جيد جدا. ان شاء الله بإذن الله عائد جيد جدا. مع السلامة. وادي النطرون 2016، بعد 4 أشهر من الزراعة على الأقل 3 متر.